بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذا السؤال وردني: هل يجوز الدعاء على من ظلمني، وبماذا أدعو وماذا أفعل إذا تعرضت لظلم من أحدهم؟ الحقيقة أيها الأحبة، الظلم هو جزء من البلاء، هو جزء من الاختبار الذي تتعرض له في هذه الدنيا. فأنت يجب أن تثق أولا بالله، يجب أن تثق أن الله يعلم عنك أكثر منك، ربكم أعلم بما في نفوسكم. هذا الإله العظيم هو أعلم بي من نفسي، وهو قريب مني أكثر من نفسي، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا عندما أتعرض لهذا الظلم من قريب أو من بعيد، من شخص من أقربائي، يعني قد يكون ابن، قد تكون زوجة، قد يكون زوج، قد يكون جار، قد يكون إنسان غريب أو قريب، يعني أنواع الظلم كثيرة جدا أيها الأحبة. طيب، هل الله يعلم بهذا الأمر؟ طبعا هو أعلم مني. طيب، هل الله سمح بذلك؟ يعني الله قادر أن يمنع ذلك؟ نعم قادر، ولكن سمح بذلك كنوع من البلاء رقم واحد. يعني فلسفة الظلم أيها الأحبة، نريد أن نتعرف لماذا الظلم موجود. الله حرم الظلم على الناس وحرمه على نفسه، فوما ربك بظلام للعبيد. فعندما تظلم لا تجعل تفكيرك ضيقا جدا، وتركز كل اهتماماتك على من ظلمك فتبدأ تفكر به وتدعو عليه. لا، أنا أريدك أن توسع آفاق العلم لديك، أريدك أن تنظر إلى الله عز وجل وليس إلى هذا الشخص. هذا الشخص الذي ظلمك هو مخلوق أصلا، هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك أي شيء لنفسه، لا يستطيع أن يطيل عمره ثانية واحدة. لا تنظر إليه، انظر للملك سبحانه وتعالى الذي هو أقوى منه، واسأل نفسك: لماذا أنا تعرضت لهذا الظلم؟ هل الله عز وجل، يعني مثلا بعض الناس يقول هل الله يكرهني؟ طبعا لا، ثق تماما أن الدنيا عندما تغدق وتفتح أمامك، تغدق عليك وتفتح أمامك، عندما المال والرزق يغدق عليك، وعندما تدخل في المعاصي والترف واللهو والعبث وكثرة المال، ثق تماما أن هذا أسوأ اختبار تتعرض له، لأنه قد يودي بك في نار جهنم والعياذ بالله. بينما الإنسان الذي يتعرض للظلم أولا يقول: يا رب. إذن الظلم أخي الحبيب هو وسيلة تذكرك بالله، تجعلك تقول من أعماقك: يا رب انصرني. سيدنا نوح عليه السلام، خذ هذا المشهد، نبي كريم دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، لم يؤمن معه إلا القلة القليلة فقط. ماذا دعا هذا النبي الكريم؟ فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. دعوة نبي تعرض لأذى شديد، وتعرض لاستهزاء وسخرية من قومه،
حتى ابنه ابن سيدنا نوح كان كافرا، حتى زوجته امرأته كانت كافرة. يعني هل تريد أكثر من هذا الظلم؟ يعني تعرض للأذى من قبل ابنه وامرأته وأقاربه ومعظم الناس الذين حوله، لأن القرآن ماذا يقول بعد 950 سنة؟ يقول: وما آمن معه إلا قليل فقط. القلة القليلة هي التي دخلت معه في سفينة النجاة. لذلك أيها الأحبة، يعني هل الله يكره سيدنا نوح؟ حاشا لله، بالعكس. الأذى الذي تعرض له نوح عليه السلام هو لرفع درجته عند الله. ولنا في النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة والنموذج والمثال الواضح البين. لم يؤذى أحد في سبيل الله كما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أول شيء عندما تتعرض للظلم فإن الظلم هو وسيلة يضغط عليك ويجعلك تدعو الله بإخلاص، دعوا الله مخلصين. والدعاء شيء جيد، هو لمصلحتك، هو في ميزان حسناتك. هذا الدعاء عندما تدعو الله بإخلاص وبحرقة قلب وتشعر بهذا الظلم وتقول: يا رب انصرني، إني مغلوب فانتصر. هذه الحالة أخي الحبيب هي من أعلى درجات الإيمان لدى الإنسان، وهذه حالة لا يمكن أن يصل لها الإنسان في حالة الرفاهية. يعني أنا عندما يكون لدي المال، لدي المتاع، لدي الدنيا، مطمئن، كل احتياجاتي متوفرة، طيب على ماذا أصبر؟ ماذا أدعو؟ ماذا؟ لذلك هنا الظلم يجعلك تدعو الله، وهذا أمر جيد. هي رقم واحد. رقم اثنان، عندما تتعرض للظلم فإنك مجبر على الصبر، والإنسان يؤجر رغم أنفه. يعني أحيانا الإنسان، الله إذا أحب عبدا ابتلى، والظلم أحد أنواع البلاء على فكرة. يعني ابتلاه هنا ليس فقط بالمرض، لا، البلاء هو كل أنواع الأذى والشر والمصاعب التي يتعرض لها الإنسان، ومنها الظلم. والله عز وجل كما في الحديث عندما يحب عبدا ويكتب له منزلة عنده عالية جدا لا يبلغها بعمل، لا بصلاة ولا صيام ولا صدقة ولا قيام ولا أي شيء، فيبتليه بما يكره حتى يبلغه هذه المنزلة العالية. والظلم أحد أنواع البلاء التي تكرهها النفس البشرية، كلنا يكره الظلم. وبالتالي أخي الحبيب، أنا بحاجة أن أصبر. الصبر هو مفتاح الجنة. هناك شرط لدخول الجنة: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طب مسألة الحظ، أنا يعني هذه بيد الله. أما الصبر، إذن البلاء هو وسيلة للصبر وهو طريق إلى الجنة. هذا رقم اثنان. رقم ثلاثة، عندما يتعرض الإنسان للظلم يشعر بالمظلومين. انظروا إلى المتكبرين، المجرمين، أصحاب المال والسلطة، عبر التاريخ، مثل فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. لم يتعرض لبلاء أو ظلم أو كذا، فكان لا يشعر، يقتل، يذبح أبناء المؤمنين، ولا ليس لديه إحساس. فالظلم يجعلك تشعر
بالمظلومين، وهذا إحساس جيد، لأنك مجرد أنك تتعاطف مع إنسان مظلوم فهذا له أجر عند الله. لأن المسلم الذي لا يهتم لأمر المسلمين ولا لهمومهم أو شؤونهم فليس منهم. فإذا أخي الحبيب، هذا الظلم عندما أنا أنظر له، صدقني أنا أشفق على من ظلمني في هذه الحالة، عندما أعلم المصير المظلم الذي ينتظر هذا الإنسان أنا أشفق عليه، فيزول هذا الحقد وحب الانتقام والضغينة وهذه البغضاء، لأنها لن تفيدك، لن تغير في الواقع شيئا. معنى أن الدعاء على الظالم جائز، ولكن لا تجعل كل حياتك هي فقط باتجاه هذا الظالم والدعاء عليه، لا، توجه إلى الله سبحانه، مثل سيدنا نوح، مثل النبي عليه الصلاة والسلام، مثل كل أنبياء الله. سيدنا نوح هل جلس يدعو على من ظلمه وأذاه؟ لا، فدعا ربه، جعل نظره وعقله وقلبه متوجها لربه عز وجل، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا رب. وبالتالي أخي الحبيب، هذه الثقافة تريح القلب، عندما نعلم مصير الظالم يوم القيامة، عندما تدرك أن هذا الذي ظلمك وآذاك وأكل مالك أو ظلمك في أي مسألة ولم يتب إلى الله وبالغ في الظلم، في ظلمك وظلم الآخرين، هؤلاء الله يقول فيهم اللعنة الله على الظالمين، هؤلاء سيكونون في نار جهنم خالدين فيها أبدا، سيكونون في عذاب شديد، أنت يوم القيامة ستشفق عليهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أنا أريدك أخي الحبيب أن تتذكر معي هذه الآية الكريمة، كلما تعرضت لظلم من أي نوع كان، تذكر هذه الآية واحفظها، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا الظالم يحشر يوم القيامة بصره من شدة الرعب مفتوح، لا يرتد إليهم طرفهم، أفئدتهم فارغة، حالة من الذعر والرعب والخوف، مهطعين مقنعي رؤوسهم، حالة بائسة جدا، لأنهم يذوقون ألوانا من الخوف والعذاب قبل دخول جهنم والعياذ بالله، ثم يقذفون في نار جهنم ويذوقون ألوان العذاب. لذلك يعني لا تشغل بالك كثيرا بمن ظلمك، يمكن أن تعفو أن تصفح، هذه ثقافة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. أكثر الناس عفوا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول لنا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بخاصة إذا كان الظلم من الأقارب، من الأرحام، من الزوجة، من الأولاد، من الأخ، من الأخت، من الزوج، الدائرة القريبة منك، الأرحام، هؤلاء الأرحام، حاول أن تعفو، حاول أن تتذكر هذه الآية، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنا في الدنيا ماذا سيعطيني هذا الظالم؟ ولا شيء، مهما أعطاني سأموت، ولكن أنا أريد العطاء من الملك سبحانه وتعالى يوم القيامة.
في ذلك اليوم يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك أخي الحبيب، احرص على العفو، على الصبر، على الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يعني يكشف الغمة عن الأمة، وأن يرفع الظلم عن كل المسلمين إن شاء الله. وندعوه عز وجل أن يلطف بنا. وهناك طبعا أختم آخر آية في سورة البقرة، يعني أرجو أن نحفظها، أن نقرأها كل يوم، يعني تساعدك على تحمل الظلم، تحمل الأذى. الله سبحانه وتعالى يقول، وأختم بهذه الآية الكريمة، هي آخر آية من سورة البقرة، وهي آية عظيمة وثقيلة عند الله، يجب على كل مؤمن أن يحفظها حقيقة يعني، وقرأها كل يوم ولو مرة يعني. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يعني يا رب لا تجعلنا نتعرض لكثير من البلاء والشدائد، فاكشف عنا البلاء والشدائد كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأننا ضعفاء. يعني يا رب لا تحملني أذى لا أستطيع أن أتحمله. الإنسان قد يكفر، قد يفسق، يعني حملني ما أطيق، ما ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.